نعمل الخزان بالمزيد من السحب. قوة لونا، اصنعي المزيد من السحب، وضعيها في الخزان. أنقذنا. أستطيع النجاح، أكره البلل، لكن ليس بقدر ما أكره تخييب ظن أصدقائي. حان وقت البطولة. سرعة القط الخارقة. أنا قادم يا صديقي. أسرع من الرعد. الفتى القط يركض بسرعة أسفل السحب ويجعلها تتبعه. ماذا؟ مهلا، ماذا تفعل؟ إن كنت سأبتل يا لونا فسيصيبك ذات الشيء. حان الوقت لوضعك في سلة إعادة التدوير. روبوت، لا اتركني. أنا لا، حركة فلاش فاشلة. أيتها البومة، أنت بخير؟ أجل، لكن أنا آسفة، عندما كنت أحاول أن أكون فلاش فلاش أنا البومة، والآن سيصل روميو إلى كل الكتب. وحصلت عليها بالفعل، وعما قريب ستكون مملوءة بصوري وحسب. بسرعة، الحقي بهما، سنأتي بسيارة القط. حسناً، لكن هذه المرة سأستعمل قواي الخاصة. حان وقت البطولة. ما حاجتها لكتاب فلاسي فلاش؟ النظرة الثاقبة. حسناً، أخبرتني العصفورة أنك هناك. سيارة القط، اختبئي. توقيت رائع، خذ، اذهبا واربطاه جيداً حول الشجرتين في الأسفل فوق الأرض. إن أردنا إيقاف روميو علينا أن نوقف روبوته أولاً. ماذا سنفعل الآن؟ والآن ستستعمل البومة الرائعة قواها الخاصة الرائعة. أولاً، جناحي الخارقان. ثانياً، النظرة الثاقبة. يهو، انظر روميو، لم تأخذ كتابي المفضل بعد. ماذا؟ خذه أيها الروبوت. عليك المحاولة أكثر. لقد اعتدت عليها. هذا غير صحيح، ففي كل مرة تقفز فيها. ماذا تفعل أيها القط المزعج؟ أيها الفتى القط، دعني أستعمل عصا القفز الضخمة، سأوقف روميو باستعمالها. لا يا زاحف، أنا فقط الفتى القط. حسناً، إن كنت لا تسمح لي باستعمال عصا القفز سأستعمل الحقيبة النفاثة. لا يا زاحف، احذر، الحقيبة النفاثة خطيرة. مجنونة. لا، قد يتأذى الزحف بالفعل، لما لم أسمح له باستعمال العصا. يا فتى القط، ساعدني.
اطمئني، سأنقذك. أخيرا جناحي الخارقان. شكرا بوما، من الصعب استعمال تلك الحقيبة. حصلت أخيرا على حقيبة نفاذة، والآن سأبدأ بالاستيلاء على العالم. حسنا، علي البدء برشاش الواحل أو ربما جهاز السحق. أوه مهلا، سأستعمل جهاز نفث الروائح الكريهة. كم أنا رائعة! ماذا سنفعل؟ لدي فكرة. من الواضح أن محاربي النينجا أقوى منك. اطمئن، سنتولى الأمر. لا، أنا سأتولى الأمر. أتريد التدرب مع شخص قوي يا نينجا الليل؟ هأنذا. أرجوك، أستطيع هزيمتك بإصبع واحدة. هذه الإصبع، محاربي النينجا الخارقين عليكم به. يا زاحف قادماً. انظروا، لدينا أداة رياضية جديدة. أحسنتم يا محاربي النينجا، أنتم تزدادون قوة. سرعان ما ستتسنى لكم هزيمة أي شخص في العالم، باستثناء أنا بالطبع. أنت بخير؟ لا، لقد أفسدت كل شيء. أردت أن أريكما مدى قوتي وحسب. لكننا نعلم ذلك. هكذا لن نستعيد المعدات الرياضية. كان علي السماح لكما بمساعدتي. أصبح النينجا أقوياء جداً ولن نستطيع ردعهم، لا سيما وهم متحدون. وجدتها، تزداد قوة محاربي النينجا باتحادهم، وهذا ينطبق علينا. حان وقت البطولة ولدي خطة. بحثت جيداً كما طلب الزاحف ووجدت هذا الحبل. وأنت؟ دراجة مهترئة، ليس إلا. وجدت كرة شاطئ مثقوبة، هيا. صديقي، التحليق به ليس سهلاً. لا أبالي، علي اللحاق بها لمصالحتها. زاحف المجنح. أعيد الآن زاحف المجنح وأمسك بقط طائر أيضاً. أصمت صديقي، سأجلب المساعدة. أيتها البومة، أيتها البومة، أيتها البومة، أيتها البومة. النجدة. زاحف المجنح للتأكد من أننا ما زلنا صديقين، وجهاز التحكم بحوزة روميو الآن. بالطبع نحن صديقان. أنا المذنبة، وجب علي مصالحتك أولا. أوياك، من يكترث؟ لا بأس بهذه الرقصة، لكنها ليست مسلية كتلك التي مع القط الصغير. مهلا، ربما بوسعي تصغير حجمكم. كف عن ذلك.
إنك لا تعرف أي زر تضغط. أنت لا تجيد توجيه خرطوم صغير. بلا يمكنني. بلا لا يمكنك. بلا. انتهى وقت الطباعة. ناولان الخرطوم فورا. صغر ذلك الطائر المغطى بالريش. وأمسكوا بالسحلية يا محاربي نينجا. النجدة. استعدوا لتصغير حجمكم أيها المقنعون. النظرة الثاقبة. ماذا تفعل؟ شيء يدغدغني. أحضر الجهاز. لا أيتها البومة تولى السيطرة. ستكون الأمور على ما يرام الآن. أنت معنا يا صديقي. أنا آسفة، أردت فقط أن تريا مدى براعتي. لكننا نعرف أنك بارعة بوما. ستكونين أكثر براعة إن مررت الكرة. محقان، إنها لعبة فريق ونحن فريق أيضا. حان وقت البطولة. أوريا، علينا أن نخرج البوما من كرة القمر هذه. توصينا ثقبها بشيء كبير ومدبب. هناك علم خارج المتحف. زاحف، دحرج الكرة. هذا القط سر أمامه وأرشده. أين هؤلاء المزعجون؟ من هنا إلى اليسار قليلا. انتبه. عمود الإضاءة. كرة القمر، عودي إلى هنا. لا. هاي، لماذا أصبحنا أبطأ؟ إنه مغناطيس الفتاة لونا. إنه قوي جداً. علينا أن نتعاون كفريق. زاحف، استعمل عضلاتك. فتى القط، استعمل سرعتك. وأنا سأستعمل رياح جناح البومة. مرحى، أحسنتما يا صديقي. قطعة خردة. والآن لنثقب كرة القمر. عضلات الزاحف الخارقة. لندحرج الكرة بأقصى سرعة يا فريقي. أجل، ماذا تفعلون؟ لا 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 لا. مرحبا. الأزهار، لا نملك أي منها. لا مشكلة، سرعة القط الخارقة. لا تنظري إلي هكذا. افترض بك أن تنفذي أوامري كأن تمسكي بهم. حسناً يا صديقي، حان الوقت لنعيد هذه الفراشات. بلوف. يا فراشات، أتطيرين معي؟ لنذهب من هنا. انظري إلى ألواني أيتها الفراشات. هيا تعالي. ماذا؟ هذا ما تحبينه؟ التصرف باللوت. هذا صحيح لونا، وأنا سأجرب هذا الآن. أنا آسف بشأن ما حدث في السابق، لكنني أحضرت لك أكبر قدر من الأزهار. خذي، تعالي معنا أرجوك. أجل، أحسنت أيتها الفراشات. شكرا. ماذا؟ تعطل مغناطيسي. أهلا أيتها الفراشات، لا تذهبي. أوثاث، أين أنت؟ ماذا تنتظرين أيتها الغبية؟ أمسكي بهم. قلت لك أمسكي بهم. أيتها الأوثاث الحمقاء. العثث ستأتي أيضا؟ هذا يلائمنا فعلا. أجل، سأكون لطيفا معك. لا 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 لا، لم يعد لدي أهوان الآن. هذا ليس
عدلا. انظرا، أشعر بالأسف على الفتاة لونا. مستعدان. إذن فلتفز أفضل حركة. شاهدوا حركات الطائرة. رائع، لكن شاهدا خطة الزاحف الخارقة. لا مقارنة بينها وبين قفزاتي. هاي، هذا ليس عدلا. لا 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 لا. حان الوقت لإطلاق قوى القط. سرعة القط الخارقة. عضلات الزاحف الخارقة. هذا ليس عدلا أيضا. قفزة القط الخارقة. هذه هي طريقة الفوز. كانت حركات الخارقة أفضل بالتأكيد. مستحيل، كانت حركاتي أروع بكثير. أنا الفائز. أنا الفائزة. حركات الخارقة الأفضل. فزت مجددا. أنا الأفضل. أنا البومة الفائزة. زاحف؟ الفتى القط؟ الفتى القط؟ لا، أمسكت بهما. أوه، لو لم أحاول التغلب عليهما لكنا معا الآن. هي، حان وقت البطولة. يفوز الفريق الأول. هل تريان؟ انظرا إليها وهي تحضر لي غنائمي. مخلوقات العثث بارعة، لكنني لا أعتقد أنها قوية كفاية لتحضر أكبر دمية كتلك الدمية العملاقة. ماذا؟ مهلا، سأجمعها معا لتحضرها لي. توقف أيها القط المجنون. والآن سأهبط. أيها السقيف، ستحطم مركبتك إلا إن كانت خدعة أخرى، وهي كذلك. أيتها البومة، لا تقلق، أنا بخير. لقد سئمت من امتلاك صوت مقنع واحد. حان الوقت لأحصل على الثلاثة. لا، أنا أفقد صوت. سلب صوتي. هذا يعني أن روميو العبقري سلب أصواتنا جميعا؟ هذا لأنه رائع للغاية. على عكسنا، بدون أصواتنا لن نتمكن من العمل معا لهزيمته، وهذا لأن الزاحف لم يسترد صوته عندما حانت له الفرصة. راء واو ميم ياء واو روميو. ماذا قلت أيها الزاحف؟ تعتقد أن وقت البطولة قد حان؟ في أحلامك أيها الزاحف المخبول. تخيلوا كم الأفعال الشريرة التي يمكنني فعلها بهذه الأصوات، وسيقع اللوم على المقنعين. هذا عبقري أكثر مما توقعت. ها؟ لماذا توقفت؟ ربما هناك خلل ما في المحرك. انتهت الاستراحة. إلى موقعنا التالي. كيف سأطارد النينجا وأنقذ أصدقائي؟ لقد خدعني. كانت البومة محقة. الغضب لن يفيدني، وخاصة غضبي عليها وعلى الزاحف. حان وقت البطولة والحفاظ على الهدوء كالمعلم فانغ. أوبس، الطريق الخطأ. ساعدنا يا عصا
حسناً، سأغير أسلوبي. سرعة القط الخارقة. يحافظ الفتى القط على هدوئه ويتبع خطته لإنقاذ أصدقائه. احترس. اطمئنا، عاد الفتى القط وهو هادئ كالمعلم فانج. سرعة القط الخارقة. المحطة الأخيرة للركاب. أوه، كانت جولة رائعة. شكراً على إنقاذنا. لا تشكراني، وأعتذر لأنني غضبت منكما من قبل، تصرفت بقسوة. لا بأس، عدت إلى طبيعتك. شكراً لكما. والآن لدي فكرة، ربما إن غضب نينجا الليل ومحاربوه سيخفقون أيضاً. حان وقت البطولة. أمسكا بهم. حان وقت البطولة وستساعدانني الآن. سرعة القط الخارقة. التغلب على روميو سيكون أكثر متعة وأنتما مقنعان. تتحول أمايا إلى بوما. يتحول كريغ إلى ساحر. المقنعون الصغار. يجب أن نعطل له الحاسوب، إن أوقفناه سيتوقف الآليون. فلنفعل ذلك. اذهب وساعد الآليين أيها الخير. لا. من منكما الزاحف والبومة الحقيقيان؟ أنا البومة الحقيقية. أنا الزاحف الحقيقي. أنا ماذا الآن أيها الفتى القط؟ لا يمكنك التفريق بينهم. يملك الآليان قوى خارقة، ولكنهما ليسا صديقاي. بوما، زاحف، أمسكا. هاي، الركلة الدورانية. اللفة الدورانية. أترى روميو؟ أعرف صديقي جيداً. مستعدان لحركتنا؟ أوقفهم، أوقف ما يقومون به. أجل. لا يعقل ما هذا. زاحف. لقد تجمد الزاحف بسبب حقل طاقة الخاص بي. لا يمكن لأحد دخول عريض لونا، ولا يمكن لأحد أن يأخذ تمثال القمر مني، لأنه لي 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 لي. لن يبقى معك طويلا. أيتها الفتاة لونا، انتصرت، التمثال لك. سنغادر. عرفت أنك ستدركين ذلك في النهاية. ماذا عن الزاحف؟ سنحرره وسأستعد تمثالي أيضا. اذهب عبر مخرج الحريق ثم إلى السلالم الداخلية عبر هذا الباب. ربما سننجح. اذهب هيا فورا. انتهى الأمر لونا. الفتى القط. أعتقد أنني سأضع الزاحف والفتى القط في عريني أيضا، سيكونان تمثالين رائعين. والآن أيتها البومة التي بقيت بلا أصدقاء، هل تريدين أن تكوني أساسا لعريني لونا أيضا؟ حان وقت البطولة، سأفعلها. حسنا، سأعطيك إياه. تمثال القمر لك. أطلق سراح الزاحف والفتى القط. هل تقولين إنه لي فعلا؟ لأحتفظ به إلى الأبد؟ أجل، إلى الأبد. ألم تطلق سراحهما؟ لا لا، لكن ماذا؟ هل نسيت أنني شريرة؟ والآن سوف أكمل مجموعتي الخاصة من المقنعين الصغار. الله، جناحي الغارقان. ماذا؟ لا، إنه لي. هاي،
عثر لنينجا الليل. يبدو أنه اعترف بهزيمته. عرّد القالب للخطاج. حصلنا عليه، إضافة إلى بالونات المعلم. أنت لا تسمع، موضوع الحفل هو السحالي. هذا ما تظنه، انتظر لترى كم ستبدو رائعة. قالب حلوى المعلم فان. أردت قالب حلوى السحلية بشدة، لكن علي الرضا بهذا القالب الممل، إلا إن أردتم المبادلة. محال. نعم، لنتبادل. لا، قالب حلوى المعلم فانك. نعم، هذا القالب رائع. إنه فعلاً رائع، لا سيما عند الضغط هنا. ما الذي يجري؟ هذا ليس قالب حلوى عادياً، إنه قالب قذيفة رشق لاصقة بالقشدة المخفوقة. قالب قذيفة رشق لاصقة بالقشدة المخفوقة؟ أجل، حالما تكتمل النقاط الزرقاء ستتناثر القشدة المخفوقة في كل مكان، وإذا ما حاول أحد إزالتها سيلتصق ويعلق بها. سيلقنكم هذا درساً لإفسادكم حفلي. إذا علق الجميع فلن يحضر أحد حفل عيد ميلاده. أعتذر لك، أنا المذنب، أظنني أخطأ، لكن لدي فكرة الآن، حان وقت البطولة. والآن سأطفئ شمعتي. ما هذا الضجيج؟ تذكر، الفائز من يدخل أولا. أنا الفائز. ماذا يفعل أولئك المقنعون الحمقى؟ مهلا، هذه إحدى ألعاب الحفلات. هيا جولة إضافية. المقنعون الصغار، لكن لن يطول بقاؤكم. بسرعة، ما هي خطتك؟ سنوقف القطار نهائياً، وسنفعل ذلك معاً يا صديقي. أنت اقفز وأحضر بعض الأغصان، أنت اسحب بالقرب من صانع السكك. لك ذلك. بعدها دوري أنا، سأحمل الأغصان إليك وسنستخدمها لتعطيل صانع السكك وإيقاف عمله. دون سكة لن يصل القطار إلى مختبر روميو. هذه خطة رائعة، أظنها ستفلح. حتى تنجح أنجزا مهمتكما. المقنعون الصغار، هيا. أوبس، علي التذكر، لا تتسرعي. هيا يا فتى القط. سأذهب. لا، سأنتظرك. هيا يا صانع السكك، اصنع المزيد من السكك، المزيد.
ماذا؟ توقفوا أيها المتطفلون. لقد